السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تكلمتش أنا من اللي صارت الانتخابات اللي أغلب الأرقام وأغلب المؤسسات المحايدة تقول لم تتجاوز 3%. بطبيعة الحال الهيئة الغير مستقلة للانتخابات طلعتها 11%، ولكن رغم كيك تبقى كارثية. وأنا أقول الأرقام الحقيقية هي لم تتجاوز 3%. الخارج بطبيعة الحال الضربة القاضية القيس سعيد لم تتجاوز فيه، يعني حتى 0.1% ما جاتش الأرقام نتاع الخارج. يعني هذا معناتها رسالة واضحة، ولكن المشكلة أنه الرسالة هذه فما ناس لا تصلهم الرسالة. قيس سعيد والمافيا اللي حاودوا، خاصة الحشد الشعبي وجماعة حركة الشعب والوطد، لا تصلهم الرسائل باعتبار اليوم غير قابلين للرسائل. فقيس سعيد لن يرحل فقط لأنه قلنا له ارحل. ماذا سيفعل الانقلاب بعد الانتخابات المهزلة؟ سيقوم بالهرسلة وسيقوم بالمحاكمة وسيقوم بإيقاف الناس كما اللي قام به مع رشد الخياري، وكما اللي قام به مع أحمد الخزراوي ونصر الدين المشرقي، وكما اللي قام به العريض أمس. فأنا أقول يا جماعة، اليوم الأصل في شيء الانقلاب هذا انقلاب غير شرعي، السلطة غير شرعية، سلطة انتهت شرعيتها. فالآن لابد أنه نعارضه بشكل واضح، ونرفض أنه نتقدم للمحاكمات ويقع محاكمتنا ولا يقع إيقافنا. ماذا يعني ذلك؟ هو يعني العصيان المدني. لا حل غير العصيان المدني بكل وضوح، ولا حل غير رفض الانقلاب بكل مع السلطات التي عنده. وهذا هي الرسالة التي لابد أن نوجهها للداخل والخارج. والسلام عليكم ورحمة الله.